صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 108 لسنة 2023 بتعيين نواب للرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل وذلك بناء على عرض وزير العمل وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه المادة الاولى يعين في هيئة تنظيم سوق العمل كل من السيدة نورة عيسى عبد الله مبارك نائبا للرئيس التنفيذي للضبط القانوني والحماية السيد عصام محمد عيسى رمضان نائبا للرئيس التنفيذي للموارد والمعلومات السيد أحمد إبراهيم راشد العربي نائبا للرئيس التنفيذي للخدمات والأعمال